السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انت بتألف قصص عني وانا لسه ساكت ثابت بمكاني ماشي بطريقي، عارف من عدوي لاني بعرف من صديقي. ايه هاي رسالة لكل واحد ضدي، ايه يا ما حكيت وعم تستنوا ردي. ايه انا اخترت فن الراب لوصل رسالة، حتى احكي عن الظلم طالب بالعدالة واستحالة. غير طريقي بدي كفي، معي ربي رافع راسي بالناس اللي بصفي. الشهرة يلي عم تحكوا فيها ما بتهمني، ناطر القبر يحويني والتراب يلمي. ازرعوا خير بهالدنيا اياكم الفتنة، لما بتموت مالك اخر. في هذا الفيديو راح نجيب لكم كيف مشان خطوط تروكسيل، مشان شلون تعرف اذا عندك دين او ايمت بدك تسكر حسابك، وشلون تعرف رقمك وهالشغلات. يلا نبدا. طبعا اول شيء عشان نعرف ايش اذا عندنا دين، راح نحط نجمه 100 مربع ونتصل. بعد ما نتصل بنحط على رقم 4 برج سورغولما، حط رقم 4 ارسال. نستنى شوي راح تجينا رسالة مثل ما شايفين بهالخط على يدين، مثل ما شايفين بهالخط على يدين 42.10 ليرة. طبعا هذا مثل ضريبة، يعني هي ضريبة سنوية 17 ليرة و95 قرش. أنا علي 42 ليرة و10 قروش. مشان نعرف إيه بدي حتسكر الخط نحط نجمة 166، اسف 166 نجمة 5 مربع ومتصل. نستنى على تجينا رسالة، نحط الرسالة مثل ما شايفين الخط راح يتسكر 28/9/2017. اذا ما دفعنا 42 ليرة راح يتسكر الخط 28/9/2017. وعندنا صلاحية لنرجع نفعل الخط، يعني ندفعه ل 27/3/2018، وبعد هال 27/3/2018 ما حنحسن نرجع الرام ابدا، يعني حتى لو دفعنا الدين ما حنحسن نرجعه. وعشان نعرف، كثير منكم بروح مثلا يجي يعبي وحدات ما بيعرف رقمه الخط، عشان نعرف رقم الخط بنحط نجمه 195، اسف 101 مربع نتصل. مثل ما شايفين الرقم كوني هذا هو الرقم طلع لنا عنا، راح اخبي الرقم مشان ما حدا يزعجني يعني. ومشان نعرف ايش قد عنا الرصيد نحط نجمه 195 مربع نتصل. مثل ما شايفين قدامكم راح يجينا رساله ايش قد عنا الرصيد. نستنى مثل ما شايفين اجانا رساله ايش قد عنا الرصيد مثل ما شايفين قدامكم. ومشان نفعل ال 4G نحط 100 نجمة 100 مربع نحط اتصال. بعدها بنحط ايار لارفي 4G، نحط يعني رقم 7 نحط لهم ارسال. بعدها بنحط 4G ابوني ليك، يعني اشتراك في 4G، نحط رقم 3 ارسال. والله يمكن راح يجينا رسالة، بس انا هاي الطريقة انا ما بعرفها، جبتها من واحد على اليوتيوب، لذلك ماني متأكد اذا صح ولا لا، بس انتو جربوا يعني. انا ما متأكد، او اذا بتعرف انتو متأكدين اكتبوا لنا في التعليقات. ويلي جاي من فيسبوك عشان تشترك بقناتي